تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، صباح التفاؤل وصباح السعادة وصباح الإيجابية. ودائما إن شاء الله مستمعينا الأعزاء يومكم مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية، ودائما مثل ما نقول مستمعينا بأن الشعور بالسعادة والإيجابية له آثار إيجابية جميلة على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وقبل لا نبدأ أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معنا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. ومن خلال برنامج صحة وسعادة دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا الأفاضل على الأرقام 600-5514-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم، ومثل ما عودناكم مستمعينا الأعزاء بفقرات متنوعة. وأول فقرة هي فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا أول خبر تحت عنوان عادات يومية تساعد على الوقاية من السكري النوع الثاني. وفقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، وبتعطينا المستجدات اليوم الأخت والزميلة أسماء الجناحي. أما فقرة التقنيات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان جهاز التصوير فوق جهاز التصوير بالموجات فوق الصوتية، وبتكون معنا أيضا الأستاذة بدرية إبراهيم، وبنتعرف عن هاي التقنية بشكل أكثر. أما مصطلحنا الطبي لهذا اليوم تحت عنوان متلازمة التمثيل الغذائي، وفقرة التغذية نصائح غذائية لتفادي زيادة الوزن عند العمل من المنزل. ومستجدات كوفيد 19 اليوم آخر فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم، ومع الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة، وبتكون معنا في هاي الفقرة الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. ونرجع لخبرنا لهذا اليوم عن العادات اليومية التي تساعد على الوقاية من السكري النوع الثاني. قال المركز الاتحادي للتغذية إن داء السكري من النوع الثاني يعد من الأمراض الشائعة في هذا العصر بسبب أنماط الحياة الغير صحية. وأضاف أيضا المركز إن السكري من النوع الثاني يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، كما أنه يلحق الضرر بالأعصاب والعين والكلى، وفضلا عن خطر الإصابة بالقدم السكري والذي قد ينتهي ببتر القدم في بعض الأحيان. مستمعينا الأعزاء، ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة يوصي المركز باتباع السبل التالية للوقاية من داء السكري من النوع الثاني. أولا الوزن الصحي، دائما ينصح بأن يكون أقل مؤشر كتلة الجسم عن 25، كما ينبغي ألا يزيد حجم الخصر على 80 سنتي، وأيضا للنساء 94 سنتي لدى الرجال. أما بخصوص النظام الغذائي، دائما يسهم مستمعينا الأعزاء النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط في الوقاية من السكري من النوع الثاني، ويعتمد طبعا هذا النظام على الخضروات والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والأسماك والمكسرات، وأيضا الزيوت النباتية كزيت الزيتون، مع الإقلال من الكربوهيدرات. وأخيرا أسلوب الحياة، دائما المواظبة مستمعينا على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وأخذ قسط كاف من النوم وتجنب التوتر النفسي، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين.
هاي دائما مستمعين الأعزاء نصائحنا. وهناك الكثير من الدراسات اللي دائما توصي باتباع النظام الغذائي المتوازن، وأيضا الحرص على الوزن المثالي بحيث أن يكون كتلة الجسم متوازنة أو متساوية بين الطول وأيضا الوزن. وأخيرا دائما أسلوب الحياة لابد أن تكون صحية للإنسان، على أساس أنه يكون هناك التجنب من الإصابة بالسكري، وأيضا إذا كانت الإصابة بالسكري تجنب الأعراض اللي قد تكون فيها مضاعفات للإنسان المصاب بداء السكري. ومن خبرنا عن العادات اليومية ننتقل إلى مستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأستاذة أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليك وعلى كل المستمعين إذاعة مر دبي. الله يصبحك بالنور والسعادة أختي أسماء. ناخذ جولة في قناة التواصل الاجتماعي من الأمور اللي صارت أو الأشياء اللي كانت الأكثر تفاعلا، وهو الإعلان اللي تم إعلانه في حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي. ويقول الإعلان يعني أو الصورة الموجودة التي تم نشرها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تعتمد مجموعة جديدة من الإجراءات الوقائية. اللجنة العليا زيادة المخالفات وراء الإجراءات الجديدة، وهذا هو السبب. التطبيق من 28 فبراير خف أعداد مستخدمين أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية إلى 70% من طاقة الكلية. عدم تجاوز الحجوزات الجديدة في المنشآت الفندقية بنسبة 70%. خفض جمهور دور السينما والفعاليات الترفيهية والرياضية في الأماكن المغلقة بنسبة 50%. إلزام المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها في موعد أقصى واحدة صباحا. خفض الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق إلى 70%. تشديد المخالفات في حالات تعمد الإخلال بالإجراءات الوقائية. ايضا من حساب الكلام اللي كان موجود في حساب المكتب الاعلامي لحكومه دبي، الجمهور مدعو للابلاغ عن المخالفات للاشخاص والمنشات من خلال الخط الساخن 901 او من خلال خدمه عين الشرطه الموجوده في تطبيق شرطه دبي. هاي التغيير من الاشياء اللي كان لها الاكثر تفاعلا يوم امس. ايضا كان في خبر هناك عن العزل المنزلي، وخبر نشرته هيئه الصحه بدبي كان متداول بشكل كبير في قنوات التواصل الاجتماعي ومنصات الاخبار. ودمتم بصحه وسعاده. دمتي بالصحه وسعاده استاذه اسماء الجناحي، كل الشكر والتقدير لك على الحقيقه يعني المواضيع هاي المستجده الخاصه بالسوشيال ميديا او الخاصه ب التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا لك. مستمعين الأعزاء قبل لا ناخذ الفاصل، فقرتنا الثانية بتكون اليوم فقرة التقنيات، واليوم تحت عنوان جهاز التصوير بالموجات فوق الصوتية. وبتكون معانا اليوم ضيفة الأستاذة بدرية إبراهيم يونس، أخصائي تصوير بالموجات فوق الصوتية، وبنتحاور معها أيضا أكثر في هذا الموضوع عن الخدمة هاي أو التقنيات هاي الحديثة، وفكرة عامة عن هذا الجهاز ومميزات هذا الجهاز، وأيضا مواضيع ومعلومات أكثر. ولكن بعد الفاصل دائما نقول خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. دائما مستمعين هيئة الصحة بدبي تحرص على استقطاب أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لتقديم خدماتها المتميزة للمرضى بمختلف
المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لها، وذلك طبعا ضمن جهود هيئة الصحة بدبي المستمرة لتسخير هذه التقنيات لخدمة متعامليها. للحديث مستمعينا الأعزاء اليوم عن موضوع جهاز التصوير بالموجات الفوق الصوتية، شرفنا أن تكون معنا الأستاذة بدرية إبراهيم يونس، أخصائي تصوير بالموجات فوق الصوتية. الأستاذة بدرية، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور والسرور، هلا أخوي. الله يحييك أستاذة بدرية. طبعا مثل ما قلنا، نحن دائما هيئة الصحة في دبي تحرص على استقطاب هذه التقنيات والأجهزة الحديثة الطبية اللي دائما هدفها طبعا سعادة متعاملينها. أستاذة بدرية، لو تعطينا فكرة عامة عن جهاز التصوير بالموجات الفوق الصوتية. بداية أشكركم على إتاحة الفرصة لنا للتحدث عن أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية التي تقدمها هيئة الصحة للمرضى، والتي نواكب من خلالها أحدث الأساليب في التشخيص الطبي عالميا. بصفة عامة، يمكن تعريف التصوير بالموجات فوق الصوتية أو ما يعرف عند العامة بالسونار على أنها نوع من أنواع التصوير الطبي التشخيصي التي تعتمد على إرسال موجات صوتية عالية التردد، أعلى بكثير مما تستطيع الأذن البشرية سماعها، لتكون بذلك صور للأعضاء والأنسجة والأوعية الدموية وغيرها من الأجزاء الرخوية في الجسم، وهي آمنة جدا حيث أنها لا تصدر أي إشعاعات ضارة. والتقنية الحديثة اللي سنتحدث عنها اليوم هي عبارة عن برنامج تم تدريجه في جهاز الموجات فوق الصوتية، يقوم بحساب مرونة العضو الذي يتم تصويره، ويعطينا معلومات عن الخصائص الفيزيائية للعضو، مما يساعد في تشخيصه بصورة دقيقة جدا. وهذا النوع من التصوير اللي احنا نسميه تصوير المرونة أو ما يعرف بالإلاستوغرافي، ويستخدم بشكل كبير جدا في تشخيص أمراض الكبد لدقته العالية. صحيح أستاذة بدرية. طبعا من المعروف مثل ما ذكرتي بأن الجانب التشخيص، يعني بغض النظر إذا يعني هناك طبعا وسائل كثيرة للتشخيص، من ضمنها طبعا إذا كان عن طريق الدم أو إذا كان عن طريق التصوير بمختلف التخصصات. طبعا دائما التشخيص هو جانب أساسي، لأنه يساعد الطبيب على التشخيص، وأيضا يساعد الطبيب على وضع البرنامج العلاجي الجيد للمريض. لو نتحدث أستاذة بدرية عن مميزات هذا الجهاز، جهاز التصوير بالموجات الفوق صوتية. أثبتت الدراسات اللي نشرت في الفترة الأخيرة في سبتمبر 2020 أن عدد المصابين بأمراض الكبد في العالم وصل إلى 185 مليون شخص يعانون من أمراض كبد مختلفة تتطور جميعها بصورة أو بأخرى إلى أن تصل إلى حدوث تليف في الكبد. فكان لابد من إيجاد طريقة للتشخيص الدقيق للكبد بعيدا عن الطرق المألوفة واللي ممكن تكون مؤلمة أو مزعجة للمريض، مثل أخذ عينات مثلا من الكبد. وكانت هاي واحدة من أحدث الوسائل في التصوير اللي هي مرونة الكبد باستخدام الموجات فوق الصوتية، وأبرز مميزاتها أنها طريقة آمنة جدا للتصوير حيث أنها لا تصدر أي إشعاعات ضارة، ويمكن إعادتها وتكرارها باستمرار دون التسبب في أي ضرر للمريض. كذلك هي طريقة تعتبر أكثر أماناً مقارنة بأخذ عينة من الكبد وما قد يصاحبها من آثار جانبية مثل نزيف في الكبد وغيره. كذلك فحص المرونة يتطلب تحضير بسيط جداً من المريض ولا يستغرق يعني أكثر من نصف ساعة بالكثير، ويمكن إجراءه بسهولة في أي وقت ولا يتطلب أي جهد من المريض. صحيح. وهذا ما يميز هذا التصوير. وأيضا مثل ما ذكرتي أستاذة بدرية، هو الجميل في الموضوع وبالأخص للمصابين بأمراض الكبد، ومثل ما تعرفين دائما هناك يعني زيارات مستمرة مع الفريق العلاجي، فالتكرار الأشعة هاي مثل ما تفضلتي يحتاجها الدكتور على أساس أنه يكون بشكل مستمر متابع حالة الكبد، فهذا أيضا بيساهم يعني إجراء جيد، وبيعطي أيضا سهولة أيضا للطبيب كمتابعة الحالة بشكل مستمر، ومع أيضا مع الفريق الطبي المعالج للشخص اللي مصاب بمرض الكبد. نعم صحيح، خاصة أن أغلب المرضى ما يفضلون أنهم يتعرضون للأشعة. صحيح. والأشعة المقطعية هي اللي تستخدم غالبا في يعني متابعة المريض. نعم. والمرضى ما يفضلون التعرض للأشعة، فهاي الطريقة من التصوير تعتبر آمنة جدا لهم. صحيح. أستاذة بدرية، هل هناك فئات معينة يعني هم يعني
مثل إذا يعني صح التعبير يستفيدون من هاي التقنية أكثر من فئة أخرى؟ التقنية هاي نحن ممكن نطبقها على أعضاء كثيرة في الجسم، مثلا الغدة الدرقية نشخص فيها العقد اللي تطلع في الغدة الدرقية نتيجة الخربطة الهرمونية، تستخدم كذلك في تشخيص الأورام الحميدة والخبيثة في الثدي، تستخدم في الكلية نستطيع من خلالها التعرف على أنسجة الكلية مدى تأثرها، الأورام اللي ممكن تكون في الكلية تساعد في تشخيص سرطانات البروستات، تساعد كذلك في الكشف عن التغيرات التي تحدث في الأوتار والعضلات الناتجة عن الإصابات والجروح والحوادث. ولكن بحكم أن عدد مرضى الكبد منتشر جدا في العالم، مثل ما ذكرنا تقريبا 185 مليون مريض في العالم، فاستخداماتها لأمراض الكبد استوت أكثر انتشارا، يعني موجودة على نطاق أوسع مقارنة بباقي الأنواع الثانية من مقارنة من تطبيقها على أنواع صحيح. الأعضاء الثانية دينا. بس مثل ما ذكرتي أستاذة بدرية أن أيضا هو يعني مناسب للتشخيص للأعضاء الثانية وأيضا آمن صحيح. ولكن أيوة بسبب آمن. انتشار موضوع الأمراض الكبد فتم يعني في الفترة الحالية مثلا التركيز على هاي الأعضاء. وأمراض الكبد اللي نقدر نشخص فيها بهذه الطريقة من التصوير، الدهون اللي تكون مترسبة على الكبد، التهابات الكبد الوبائي، تليفات الكبد، الأورام اللي ممكن تكون في الكبد، سرطانات الكبد، فيعني ممكن نستخدمها على نطاق واسع جدا من الأمراض المتعلقة بالكبد. جميل جميل الحقيقة. هاي الخدمات أستاذة بدرية اللي دائما تسهل، وأيضا دائما نحن الحقيقة يعني سعداء جدا ويشرفنا بأن الحقيقة نسمع يعني أن الهيئة دائما تحرص على يعني وجود هاي التقنيات، وبالأخص يعني التقنيات اللي هي معنية بالتشخيص، لأن التشخيص هي المرحلة الأولية اللي من خلالها يتم وضع خارطة العلاج أو خارطة الطريق لي يعني إدارة حالة الإنسان هذا المصاب بأي داء من الأمراض اللي موجودة. فجميل جدا يعني وجود هاي التقنيات وهاي البرامج الحقيقة اللي تساعد ويعني تعطي للطبيب الأريحية أو التقنية الحديثة، بحيث أنه يعني يتابع المريض بشكل متسلسل وبشكل تكون دائما هناك نتائج جيدة بالنسبة للعلاج. صحيح صحيح. حابين أيضا أستاذة بدرية نسمع منك الحقيقة عن دور مثل هاي التقنيات في تحسين، يعني أنا متأكد أن هناك يعني وجود هاي التقنيات دائما في يعني تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية في المؤسسة، لو نتكلم التقنيات هاي في تحسين جودة الخدمات المقدمة وبالأخص للمرضى أستاذة بدرية. أكيد. نحن في مستشفى راشد أخوي قدمنا تقريبا أو قمنا بعمل 300 فحص لمرونة الكبد خلال الأعوام الثلاث السابقة اللي مضت. نعم. وهذا طبعا نعتبره إنجاز كبير مع نفس يعني التقنية أستاذة بدري، نفس التقنية على مرضى كبد. جميل. وقامت الدولة مشكورة بتوفير أفضل وأحدث الأجهزة والأساليب في التشخيص والعلاج، وكان منها طبعا إدراج اللي هو تصوير مرونة الكبد ضمن الخدمات المقدمة لمرضى الكبد. وطبعا أثبتت الدراسات الحديثة أن نسبة دقة هذا التصوير تصل إلى 93%. ومثل ما قلنا، لأن الخطوة العلاجية للمريض تعتمد على مدى دقة وصحة التشخيص، وبالتالي اللي على أساسها يقرر الطبيب المعالج الخطة العلاجية، فكل ما كان التشخيص دقيق أكثر كل ما كانت الخطة العلاجية للمريض ناجحة أكثر. صحيح. مما يساهم في شفائه بصورة أسرع ويساهم في تفادي تطور المرض باتباع أفضل الطرق العلاجية. علاوة على ذلك، فإن إدراج هذا النوع من التقنيات يعزز من مكانة دبي كوجهة للرعاية الصحية الرائدة التي تجعل الوصول إلى أحدث العلاجات المتطورة في العالم في متناول أيدي الجميع، حيث تعتمد أحدث المعدات والنظم التي تضمن تطبيق المعايير الدولية لرعاية المرضى. صحيح صحيح. والله شيء يشرف الحقيقة ويسعدنا أن يعني نسمع هاي يعني وجود هاي التقنيات أستاذة بدرية متوفرة في مؤسساتنا ومنشآتنا الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وبشكل خاص في هيئة الصحة بدبي. أستاذة بدرية، قبل لا نختم، مثل ما تفضلتي بأن نسبة المصابين بهالنوع من الأمراض الخاصة بالكبد ووجود هاي الخدمات المميزة بهيئة الصحة بدبي، وبالأخص اليوم البرنامج التشخيص عن طريق التصوير بالموجات فوق الصوتية، شو تنصحين المرضى اللي مصابين بهذا المرض بحيث أن يستفيدون من هاي الخدمات وبالأخص هاي التقنيات اللي موجودة في هيئة الصحة بدبي؟
مثل ما قلنا الدولة وفرت لنا أفضل العلاجات وأفضل الأجهزة والأساليب، فالمفروض من المرضى أنهم يتابعون أول بأول، يستغلون هاي الوسائل التقنية الحديثة اللي عندنا إياها، ما يهملون العلاجات. يعني نحن يونا وايد مرضى مثلا آخر مراجعة كانت لها قبل 2 أو 3 سنوات، طبعا هذا كله بيكون يضرهم، فنحن ليش ما نستغل هاي التقنيات الحديثة اللي عندنا والطرق العلاجية اللي عندنا في المتابعة أول بأول، ونتفادى عقب الأخطار اللي ممكن تنجم عن هاي الأمراض، لأن أمراض الكبد تسبب لها يعني نسبة وفاة كبيرة جدا في العالم. فنحن نبغي نتفادى، ما نبغي نوصل لهاي المرحلة يعني. صحيح. فالمتابعة مع الطبيب المعالج أول بأول، والحين طبعا استوى كل شيء سهل، حتى مجرد بالتليفون مواعيد كلها طبيب عن بعد، الأدوية كل شيء يعني تكون سهلة وفي متناول الجميع، يعني ما حد عنده عذر أني ما قدرت أوصل للمستشفى. صحيح. والمواعيد طبعا متوفرة وموجودة، ونحن موجودين دائما في خدمة المجتمع وخدمة المرضى. الله يعطيك العافية أستاذة بدرية إبراهيم يونس، أخصائي تصوير بالموجات فوق الصوتية. كل الشكر والتقدير لك أستاذة بدرية ولفريق عملك المبدع، وأيضا لتوفير هذا النوع من الخدمات المميزة والمبدعة، واللي هدفها دائما مثل ما ذكرتي وسعادة متعاملين هيئة الصحة بدبي. شكرا لك. شكرا ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أستاذة بدرية. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأستاذة بدرية بأن هناك بعض الأمراض المزمنة ومن ضمنها أمراض الكبد بمختلف أنواعها، هناك الكثير من الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي، خدمات متكاملة وخدمات شمولية وفق أنظمة وفق يعني معايير دولية وفق برامج يعني إلكترونية أو برامج يعني ذكية وضعت لي يعني أو وضعت لخدمة المتعاملين. فدائما نحن ننصح بأن الشخص المصاب بهذه الأمراض يحتاج أنه يعني بشكل مستمر يتابع حالته الطبية مع الفريق الطبي، على أساس أنه ما تتم هناك مضاعفات قد تكون هالمضاعفات خطرة على صحة مستقبلا. بناخذ معاكم مستمعين الأعزاء فاصل، وبعد الفاصل عندنا فقرتنا اليومية فقرة التغذية، واليوم تحت عنوان نصائح غذائية لتفادي زيادة الوزن عند العمل من المنزل، يعني العمل عن بعد. بتكون معنا اليوم الأستاذة ريهام أحمد، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، وبتكلمنا أكثر عن هذا الموضوع. خلكم مع الصحة والسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي المتألقة. أرحب دائما بتواصلكم على الأرقام 600-5514-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرة التغذية اليوم مستمعينا تحت عنوان نصائح غذائية لتفادي زيادة الوزن عند العمل من المنزل. دائما طبعا مستمعينا يكتسب كثير من الناس وزنا زائدا عند ممارسة العمل من المنزل، طبعا هاي بسبب قلة الحركة والجلوس المكتبي لساعات طويلة، إضافة إلى توفر فرصة كثيرة لتناول الطعام في أي وقت، مما يساهم طبعا هاي الممارسات في تخزين الدهون في الجسم وزيادة الوزن. بنتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذة ريهام أحمد، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. أستاذة ريهام صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور والسرور، أهلا وسهلا. الله يحييك أستاذة ريهام. ومثل ما ذكرنا بأن يعني العمل من المنزل طبعا أكيد له مرات بعض الأضرار اللي من ضمنها زيادة الوزن، شو النصائح أستاذة ريهام الغذائية اللي توجهينها للعاملين من المنزل لتفادي زيادة الوزن؟ صحيح، يعني زي ما تفضلت حضرتك في ناس تتطلب ظروف عملهم أنه يمارسوا عملهم عن بعد، خاصة مع ظروف جائحة كورونا حاليا. في بعض الناس
ممكن ياخذوه كوسيلة لتغيير جذري في حياتهم في عاداتهم الغذائية. بس للأسف الأغلب خلال هالفترات بتعرضوا لزيادة الوزن، وهذا بيكون لعدة أسباب، منها زي ما تفضلت اللي هي قلة الحركة وممارسة عادات غذائية غير سليمة أو خاطئة. صحيح. النصائح الغذائية اللي بنوجهها أنه دائما نعتمد على الغذاء المتوازن، الغذاء السليم اللي بيكون مكتمل العناصر الغذائية، وناخد فرصة ممكن وجودنا في البيت يكون فرصة لأنه نعمل تغيير جذري في عاداتنا الغذائية، خاصة مثلا السيدات الأمهات اللي بيعملوا من البيت ممكن يكون عندهم فرص أكبر أو مزيد من الوقت خلال اليوم إنها طهو الطعام أو الإشراف المباشر على الطعام، فممكن تحرص أكثر على أنه تغذية أولادها أو تغذية العائلة ككل تكون معتمدة على وجبات غذائية متوازنة، وبالتالي بنشجع أفراد العائلة كلهم على اتباع عادات غذائية صحية. من أهمها مثلا تناول وجبة الإفطار. صحيح. نركز على الوجبات السليمة المتوازنة ونبتدي نهارنا بوجبة الإفطار إنها تكون محتوية على العناصر الغذائية، مش تملأ الكامل العناصر الغذائية من بروتينات زي البيض والحليب ومنتجات الحليب مثلا، النشويات مثل خبز حبوب الإفطار، ما ننسى مثلا الفيتامينات والمعادن ممكن نحصل عليها من خلال الفاكهة والخضار، فهي ممكن ناخذها بصورة سلبية وصورة إيجابية أنه أنا موجودة في البيت، ف فترة وجودي في البيت بتخليني أشرف على طهي الطعام، أضمن أنه عائلتي تتناول وجبات غذائية متوازنة بحيث أني أنا أكون عارفة شو الكميات اللي بياخذوها وشو نوعية الطعام. من الشغلات اللي لاحظناها من بعض المراجعين أنه خلال فترة العمل من الدوام كان في يعني سهولة الحصول على السناكس. صحيح. هي تسمى مجموعة وجبات خفيفة بس هي فعليا بتكون دسمة وفيها كميات عالية من الدهون والسعرات الحرارية مثل رقائق الشيبس الشوكولات بكميات عالية. صحيح. المشروبات الغازية العالية جدا بالسكريات والسعرات الحرارية، العصائر كمان العالية بالسكريات، وكانت للأسف بديل عن الخضار والفواكه، يعني كانت كميات الخضار أو الفاكهة اللي بيتناولوها الأشخاص قليلة جدا. صحيح. فإحنا دائما بننصح أنه نبتعد عن هاي السناكس تسمى خفيفة لكن هي فعليا دسمة وفيها سعرات حرارية وكميات سكر عالية جدا. نعم. الخضار والفواكه اللي هم دور كبير، يعني هم المفروض ناخذهم كبدائل عن هاي الحلويات، وبنفس الوقت ممكن لما أتناول الخضار والفاكهة بتحسسني بالشبع، فتحسس الإنسان بالامتلاء فما يعود ياخذ كميات كبيرة مثلا من الشوكولات أو الشيبس أو الأكل اللي غير صحي اللي ممكن يؤدي لزيادة الوزن. وللأسف الأشخاص اللي بيعتمدوا أو بياخذوا كميات كبيرة من المشروبات الغازية يعني بنلاحظ أنه كمية يعني الكميات اللي بتناولوها من الماء كانت قليلة، لأنه بيعبي المعدة مشروبات غازية أو عصائر محلى نسب السكر فيها عالية، وبالتالي كان هذا على حساب كمية المي، فكانت كمية المي اللي يتناولوها كمية جدا قليلة. فدائما إحنا بنركز على الغذاء المتوازن، تناول فاكهة وخضار بصورة يومية مش أقل من حصتين لثلاث حصص في اليوم، والابتعاد عن مثلا الأكل الدهني والمقالي، وما ننسى شرب الماء بصورة كبيرة جدا. صح. أستاذة ريهام، أيضا لو بس تذكرين مستمعينا الأعزاء عن أهمية شرب الماء، مثل ما تعرفين في فترة الشتاء يمكن كثير من الناس يعني الشخص ما يكون عنده هذا الإحساس بالعطش فينسون موضوع شرب الماء، علما بأن هناك فوائد كبيرة، لو تتحدثين في هذا الجانب عن أهمية شرب الماء وفوائدها الصحية وخاصة أستاذة ريهام في هذا الفصل، فصل الشتاء. مضبوط كلامك 100%. فصل الشتاء بالعادة مع الإحساس بالبرودة أو مثلا الإنسان بس عنده زي إحساس أو توهم أنه مش عطشان أو مثلا ما بحاجة أنا أشرب كمية ماء كفاية غير فصل الصيف، فممكن تمر يعني ساعات بدون ما يشرب ماء. طبعا الماء له فوائد جمة سواء فصل الصيف أو فصل الشتاء، من أهمها تنظيم درجات الحرارة الداخلية في الجسم. العمليات الحيوية اللي بتتم في الجسم أغلبها ما بتتم إلا بوجود الماء، من ضمنها عمليات الأيض وحرق الدهون. صح. لازم يكون موجود الماء حتى كل هذه العمليات الحيوية في الجسم تتم بكفاءة عالية. لها دور أيضا في طرد السموم ومحاربة الجفاف، وهلا مع يعني بالحديث عن كورونا أيضا لها الماء حتى
دور في تقوية جهاز المناعة، لأنه الإنسان إذا تعرض للجفاف إذا ما تناول كميات كافية من الماء هذا بيضعف جهاز المناعة وبيخلي عرضة للإصابة بالأمراض. صحيح. فالماء له دور كبير سواء صيف أو شتاء، يعني لازم تناول كمية كافية من الماء وما ننساها وما نستبدل الماء أو نستعيد عنها بهاي المشروبات المحلاة العالية التركيز بالسكر. صحيح. فإلها دور بترطيب الجسم، ترطيب البشرة، تنظيم درجة الحرارة، نبعد الجسم عن الجفاف، وأيضا في تقوية جهاز المناعة بصورة معينة. صحيح. وقبل لا نختم استاذ ريهام، بس أهمية طبعا الرياضة له دور حيوي ومهم في صحة الإنسان، لو ناخذ على السريع أهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني. صحيح. أيضا صحيح، لتفادي زيادة الوزن خلال العمل من البيت، زي ما تكلمنا عن الغذاء كمان الرياضة لا تقل أهمية أبدا عن الغذاء. أولا حتى من ناحية نفسية بتؤدي للاسترخاء، تقليل الإجهاد، تحكم بالتوتر، بتخفف يعني بتعزز الصحة النفسية، فبتخفف من حتى الاكتئاب ونوبات القلق لما الواحد بيمارس الرياضة. ممكن حتى في المنزل، أنا مش شرط أطلع أمارس الرياضة مثلا برا البيت إذا ما تمكنت، ممكن أطلع وأنزل السلم أو الدرج، في حديقة المنزل أتمشى، خلال عملي اليومي في البيت أحاول أتحرك. إلها عملي الرياضة زي ما بنعرف كلنا إلها دور في تنشيط عمليات الأيض وحرق الدهون وتنشيط الدورة الدموية، أيضا ضبط مستويات السكر للناس اللي عندهم سكر من خلال الرياضات البسيطة مثلا زي رياضة المشي أو الجري. صحيح. وإلها دور أيضا في تقوية جهاز المناعة ضد الأمراض الجسدية المختلفة. الله يعطيك الصحة والعافية الأستاذة ريهام أحمد، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك وشكرا لفريق العمل المبدع معك في جهودكم الحقيقة الكبيرة في موضوع توعية أفراد المجتمع عن الممارسات الصحية السليمة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، يعطيكم ألف عافية. الله يسلمك ويعافيك. ومستمعينا الأعزاء، ومن فقرة التغذية وإلى فقرتنا الثانية، فقرة مستجدات كوفيد 19 اليوم تحت عنوان الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة. واليوم معنا الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير عبد الله، صباح الخير لجميع المستمعين. الله يصبحك دكتورة بالنور والعافية. شو بتخبرينا اليوم دكتورة عن الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة؟ طبعا أولا نذكر المستمعين أن احنا ما زلنا نكافح جائحة كوفيد 19، وما زال علينا الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وبكافة التعليمات الصادرة من الجهات الصحية وغيرها بخصوص بعض القيود والمعايير اللي لازم احنا نتبعها أثناء وجودنا في الخارج، وخصوصا في الأماكن اللي يكون فيها يعني الأماكن العامة اللي يتواجد فيها أفراد المجتمع. أهم الإجراءات الاحترازية اللي أنا دائما أنصح فيه الجميع، إذا أنت كنت تعاني من أي أعراض مرضية إحنا دائما نفضل أنك أنت ما تروح لهاي الأماكن العامة، التزم بقائك في منزلك إلين ما أنت تحس أن أنت حالتك الصحية صارت مستقرة وصرت أفضل. صحيح. ثانيا نذكرهم أخ عبد الله أن لا تنسون الثلاث النقاط الأساسية اللي أنا دائما أذكرها، المثلث الذهبي عندي اللي هو ترتدون كماماتكم بطريقة صحيحة دائما وطوال الوقت. صحيح. وبعدين تحافظون على نظافة إيدينكم وتعقمونها باستمرار، وثالث نقطة اللي هي حفاظكم على مسافة كافية بينكم وبين الآخرين لا تقل عن مترين. وطبعا احنا لما نروح لهاي الاماكن العامه يمكن نشوف اشخاص احنا نعرفهم اصدقائنا، فاحنا لما نشوفهم بعد نتجنب الاتصال المباشر معاهم، نتجنب ان احنا نسلم عليهم يدا بيد، نتجنب ان احنا نحضنهم ونقبلهم، نكتفي بالسلام عن بعد. وبعد يعني اذا انتوا كنتوا مثلا شاكين ان انتوا مخالطين لاشخاص، فطبعا يعني أنتوا لازم تلتزمون بحجركم الصحي وتتجنبون الخروج للأماكن العامة وتلتزمون بمدة الحجر الصحي الملزومة عليكم واللي هي مدة العشرة أيام. هذه لازم أنتوا تلتزمون ببقائكم في منازلكم وما تخرجون للخارج، وخصوصا ما يعني تطلعون مع جماعة من الناس عشان نتجنب المخالطة معهم ونتنقلوا لهم العدوى.
طبعا أيضا في العديد من الإجراءات اللي إحنا ممكن نتكلم عنها في أثناء وجودنا في هاي الأماكن العامة. مثلا إذا أنا كنت رايح مطعم أو مقهى، أتأكد أن هذا المطعم والمقهى أولا ملتزم بالإجراءات الملزومة عليه من قبل الجهات المعنية، وبعدين أثناء جلوسي في المكان أنا أحاول أني أنا الطاولة اللي بيني وبين الشخص الطاولة الثانية تكون فيها المسافة اللي محددينها، وأيضا أنا لما أكون قاعد مع الأصدقاء ومعارفي بعد أحافظ على مسافة كافية بيني وبينهم. في العديد من الإجراءات إحنا ذكرناها في حلقات سابقة عن الأشياء اللي ممكن أنت تسويها أثناء وجودك في المطاعم والمقاهي. هذه يعني بشكل مختصر من عبد الله بعض الإجراءات الوقائية اللي إحنا ننصح الجميع بالتقيد فيها أثناء وجودهم في الأماكن العامة. نعم، أيضا دكتورة مثل ما ذكرتي وأنت تحدثتي في هاي النقاط في الحلقات السابقة عن الإجراءات الوقائية، شو دور أولياء الأمور دكتورة في تعزيز الوعي والتثقيف الصحي بالأخص لدى الأبناء ومتابعتهم في أو متابعتهم بمدى التزامهم بالإجراءات الوقائية الخاصة لكوفيد 19؟ أنا يعني أقول دائما أنتوا القدوة لأطفالكم، أنتوا القدوة لأبنائكم. أنتوا إذا بديتوا بالتزامكم بهاي الإجراءات أكيد أكيد بطبيعة الحال أطفالنا سوف يقومون يعني بتقليدنا ويتخذوننا إحنا قدوتهم. أنا ما أقدر أقول لطفلي مثلا ارتدي كمامك وأنا ما أرتدي الكمام. بطبيعة الحال أول شيء بيقول لي يا طفل أنت ليش مو بلابس كمامك بطريقة صحيحة، فأنا أبدأ بنفسي ومن ثم أنصح أطفالي. ولازم دائما أنا دائما هاي النقطة أقولها، دائما حاولوا أن أنتوا تكونون على درجة كافية من الوعي، ثقفوا أنفسكم. المواد التوعوية موجودة في كل مكان، الجهات الصحية دائما تحرص على زيادة وعيكم، فأنتوا دائما كونوا على اطلاع دائم بجميع التحديثات. صحيح. وأيضا دكتورة هند تحدثنا كثيرا عن أهمية الالتزام بإجراءات العزل وعدم المخالطة في فترة العزل. لو نتحدث دكتورة معاك عن العزل الصحي للأشخاص المصابين بكوفيد 19 وأيضا أهميته وأهمية وجودهم يعني خلال فترة العزل. طبعا في تحديث احنا أصدرنا حديثا أنه أثبتت الدراسات العلمية أن الشخص المصاب بكوفيد 19 يكون معدي ويكون فترة العدوى عنده تكون في أقصى حالات في أقصى درجتها في الأيام الأولى من إصابته بالفيروس هذا. يعني الأيام الأولى هي تعتبر الأيام اللي جدا يعني في إمكانية أنه ينقل العدوى للأشخاص الآخرين، وهاي النسبة تبدأ بالتقلص تدريجيا من اليوم السابع وصولا لليوم العاشر. عسب شيء إحنا حددنا فترة العزل الصحي للأشخاص المصابين اللي قدرناها بمدة 10 أيام. جدا مهم جدا مهم أنك أنت تلتزم بعزلك الصحي، لأن أنت هني تعتبر نسبة نقلك العدوى لأشخاص آخرين جدا عالية. أنت تكون يعني في أقصى حالات نقلك للعدوى. أنت إذا قدرت تسيطر على هاي 10 أيام وتلتزم بعزلك الصحي، إحنا كذي نضمن أنك أنت ما نقلت العدوى لأشخاص آخرين، لأنك أنت ما خالطهم والتزمت بإجراءات العزل الصحي وحافظت على سلامة أفراد المجتمع. لأن هذه أيضا مش أنت فقط مش مسؤول عن سلامتك، أنت أيضا مسؤول عن سلامة الآخرين أيضا. ففترة 10 أيام هذه جدا مهمة. وفي الكثير قالوا إنزين أنا ما فيني شيء، أنا ما فيني أعراض، أنا أحس نفسي طبيعي. حتى لو أنت ما كانت عندك أعراض، لأن يمكن جهازك المناعي يعتبر جهاز جدا جيد، ويعني الأعراض اللي أنت فيك ما فيك أعراض لأن الجهاز المناعي عندك ومناعتك تعتبر جيدة، ولكن هذا ما يعني أنك أنت غير معدي. أنت تعتبر معدي سواء كانت عندك أعراض أو ما عندك أعراض. ففكرة أني أنا ما فيني شيء وأنا ما أحس في شيء فخليني أنا أطلع وخليني أنا أخالط، هذه طبعا يعني إحنا دائما نقول لا، أنت مسؤول عن نفسك وعن الآخرين أيضا. حتى ولو لم تكن عندك أعراض، أنت ما زلت قابل أنك أنت تنقل العدوى للآخرين، ويمكن سبحان الله أنت تنقل العدوى لشخص عنده أمراض مزمنة.
يمكن تنقل العدوى لشخص كبير في السن. صحيح. هو يعني تفاعله مع المرض بيكون مختلف تماما عن طريقة المرض معك أنت. هو ممكن يعني تتطور حالته، يصاب بمضاعفات، يمكن يضطر أنه يدخل المستشفى من وراء هذا الفيروس. فإحنا نقول إحنا مو مسؤولين عن نفسنا وعن أحبائنا فقط، يعني إحنا مسؤولين عن جميع أفراد المجتمع، لأن إحنا يعني هاي مسؤولية مجتمعية علينا، مش فقط أني أنا والله بحمي نفسي وبحمي عائلتي وما ما يخصني في الآخرين، لا، إحنا كلنا مسؤولين عن كل حد. فلو ما فيك شيء، لو ما فيك أعراض وأنت الفحص عندك يقول أنت بوزيتيف وأنت إيجابي، فأنت لازم تلتزم بفترة عزلتك. صحيح. دكتورة هند، طبعا دائما هيئة الصحة بدبي يعني تهتم بصحة وسعادة أفراد المجتمع، ولكن هناك خصوصية الحقيقة بالنسبة لكبار المواطنين. دكتورة هند، شو النصائح اللي توجهينها لكبار المواطنين أو أصحاب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خلال هاي الفترة لتفادي الإصابة بكوفيد 19؟ يعني احنا نحاول ننصحهم ان انتوا حاولوا قدر الامكان انكم يعني تضاعفون من اجراءاتكم الاحترازيه. تجمعاتكم لازم تكون يعني جدا قليله، عددها جدا بسيط حسب الاعداد اللي احنا حددناها، وتكون يعني يفضل من الدرجه الاولى من اقاربك، ومثلا يفضل مثلا من الاشخاص اللي ساكنين معك في المنزل. واذا يعني صار التجمع وخالط مع اشخاص اخرين، انت لازم تتاكد انك انت تتبع اجراءاتك الاحترازيه، الكمام، مسافه الامان، اذا اي حد مثلا من من المعارف وحاب ان مثلا، لان احنا بحكم العادات وهذا نحب ان احنا نقبل ايدين الكبار السن، نقبل ايدينهم وراسهم. فاحنا يعني ننوه لكبار السن ان اذا احد من الاشخاص حتى حاول ان هذا انت تذكره ان احنا الحين في جائحه كوفيد، انا افضل ان انتم تسلمون علي من بعيد، انا افضل ان انتم لما تزوروني ترتدون كماماتكم. فيعني لان احنا يعني الدراسات كلها اثبتت ان هم يعتبرون الأكثر عرضة لإصابة بمضاعفات المرض، وهم الخير والبركة، وإحنا نبي نحافظ على صحتهم وسلامتهم قدر المستطاع. نعم، الله يعطيك العافية دكتورة هند العوضي، شكرا جزيلا لك الحقيقة، وشكرا أيضا لفريق العمل المبدع معك لعملكم الحقيقة الجبار الخاص يعني خلال المرحلة هاي اللي هي تثقيف أفراد المجتمع وزيادة يعني توعية أفراد المجتمع عن الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. شكرا دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك معكم، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، ومن خلال يعني النصائح والإجراءات الاحترازية اللي أخذناها من الدكتورة هند العوضي، وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة. هذا هو دائما مستمعينا نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع معاي اليوم، كان فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وأيضا في التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.